قدرات ومهارات السيدات في المؤسسات الصغيرة الحجم لزيارة قدرتهن التنافسية في المجال الاقتصادي وفي المجال العام. اليوم تنظم وزارة الصدام والإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع منظمة المرأة العربية ورشتين مهمتين حول مشاركة النساء في الشأن العام والشأن السياسي، وأيضا تشجيع المقاولات لدى النساء. وهذا الورشتين هما تيجيو في إطار عدد من الأنشطة اللي كتقوم بها وزارة الصدام والإدماج الاجتماعي والأسرة في إطار الدينامية اللي كتعرفها بلادنا من بعد الخطاب الملكي السامي لعيد العرش 30 يوليو 2022. وكان من خلال هذه الورشة، أيضا هذه الورشتين اللي كنظموها هنا في بلادنا واللي كنستقبلوا فيها عدد من شخصيات وزراء ووزيرات وشخصيات مهمة من الدول العربية، أننا نتقاسموا التجارب الفضلة مع الدول العربية الشقيقة ونبينوا أيضا الإنجازات المهمة اللي عرفتها بلادنا فيما يخص تمكين للمرأة، تمكين بصفة عامة كما قلت السياسي الاقتصادي الثقافي. أشارك في هذه المناظرة الهامة التي تنظمها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع منظمة المرأة العربية لطرح موضوع ريادة المرأة يعني العربية بشكل عام والمرأة المغربية للنقاش وتدارس أنجع السبل التي تحقق هذه الريادة وتجعلها موضوعا أساسيا ضمن الشأن العام.